أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار فلم أرى منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير والإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث أيها المسلمون اشتمل على مواعظ وعلى أحكام مهمة، منها أن كفر الإحسان من كبائر الذنوب كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. يعني المرأة في البيت لما تشوفك أنت قصرت في شيء من واجباتك وتقوم تنكر لك القديم كله، تقول لك أصلك ما فيك فائدة من يومك وما فيك خير ونزهجان من اليوم الوقعني فيك وغيره من الكلمات السيئة. وسبحان الله هي عادة عند النساء وغالبة عندهن، ولذلك وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد، أفرد لهن موعظة ومعه بلال، قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أنكفر بالله يا رسول الله؟ قال: تكفرن الإحسان. هذه طبيعة النساء، ولكن ننتبه، هذا من كبائر الذنوب كون المرأة تمسح ما كان عندك من الفضائل وتنسى ما عاشت عليه معك من الخيرات وما تذكر لك إلا الموقف الأخير. هذا من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول جهنم، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لذلك كفارة وهي الصدقة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالنساء عليهن يتصدقن لكفارة ما عندهن من هذا الطبع، وعليهن ألا يصنعن ذلك أبدا. وانتبهوا في الحديث أيها المسلمون، عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعبير العشير، لأن بين المرأة وزوجها عشرة، وكفر العشرة هو من سوء الأخلاق ومن دنيء الطباع، ولهذا كان من مكارم الأخلاق ومن حسن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمها الأمة أنه يحفظ الجميل.